وقدم بمدي لوخ سغدت مش ميونو حاسولي خلدا احتيت لوخ ملكوش ميونو حاسولا خلدا احتينا صلاة على ايمة المراد قالوا انقابي المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد يا ربنا يسوع المسيح يا من غفرت للمخلع خطاياه وشفيته وحملته سريره أمام الجمع يا حامل خطايا البشر أجمعين أهلنا أن نتأمل في آياتك المذهلة شددنا بقوة غفرانك وأشركنا في نعمة فدائك فنشكرك ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد السلام للبيعة ولبنيها نرفعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أراد أن يشرك البشر في سر محبته وإلى الابن الذي جاء إلى العالم يداوي البشرية المتألمة ببلسم نعمته وإلى الروح القدس الذي يسكب على القلوب الكثيرة ندى تعزياته برخ موربون الصالح الذي يلي يليق له التمجيد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد آمين أيها المسيح يا وحيد الآب وكلمته لقد نزلت في أرضنا رحمة وحنانا وشئت أن تظهر مدى عطفك وحبك فأمرت المخلع بأن يحمل سريره ويسير على مر من الجماهير ليؤمن الجميع بألوهيتك يا معيد الفرح إلى ذلك المريض المتألم وغافرا خطاياه نشكرك ونسبحك على الموهبة العظمى التي منحتها كنيستك أن تحل باسمك من الخطايا وتغفر للتائبين
والآن نسألك أيها المسيح إلهنا على عطر البخور، مد إلينا يدك القادرة وافتقدنا بقوة غفرانك، ثبتنا على الأمانة الكاملة لك، ورسخ فينا ذكر آياتك وتعاليمك الإلهية فرخمور، فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. ربنا يسوع المسيح واهب الشفاء وميناء الراحة والخلاص، اقبل بخورنا وامنحنا معرفتك الإلهية، مد يدك القدير واشف مرضانا والمتألمين بيننا، افتقدنا ببلسم غفرانك، فإن لك الملك والقدرة والمجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات لميوت اترحم علي قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات
شكل ميوته شكله ميوته اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. أيها بشرى سلامي، صوت الرب الحنان، قم واذهب بالسلام، نلت فيض الغفران. حل في البيعات الروح، روح الرب الحنان، يا قلب الفادي المجروح، هبنا فيض الغفران. راني ربي يا من تقبل قدما خدمة الأبرار، يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموتاوس، وبارك يا سيد. المجد للسيد بولس والرسل، تحل مرحمة الله على طوني وأبناء الرعية إلى الأبد، أمين. يا إخوتي، من الناس من تكون خطاياهم واضحة قبل الحكم فيها، ومنهم من لا تكون واضحة إلا بعده. كذلك فإن الأعمال الصالحة هي أيضا واضحة، والتي هي غير واضحة فلا يمكن أن تبقى خفية. على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا أسيادهم أهلاً لكل كرامة، لئلا يجدف على اسم الله وتعاليمه. أما الذين لهم أسياد مؤمنون فلا يستهين بهم لأنهم إخوة، بل بالأحرى فليخدموهم، لأن المستفيدين من خدمتهم الطيبة هم مؤمنون وأحباء. ذلك ما يجب أن تعلمه وتعظ به. فإن كان أحد يعلم تعليما مخالفا ولا يتمسك بالكلام الصحيح، كلام ربنا يسوع المسيح، وبالتعليم الموافق للتقوى، فهو إنسان أعمته الكبرياء، لا يفهم شيئا، بل مصاب بمرض المجادلات والممحكات التي ينشأ عنها الحسد والخصام والتجديف وسوء الظن. والمشاجرات بين أناس فاسدي العقل زائفين عن الحق، يظنون أن التقوى وسيلة للربح والتسبيح لله دائما.
هللويا هللويا. مغفورة لك خطايا مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب. نصلي السلام لجميعكم مع روحك لجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن يتلى الآن عليكم فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال مرقس البشير: عاد يسوع إلى كفرنحوم وسمع الناس أنه في البيت، فتجمع عدد كبير منهم حتى غص بهم المكان، ولم يبقى موضع لأحد ولا عند الباب، وكان يخاطبهم بكلمة الله. فأتوه بمخلع يحمله أربعة رجال، وبسبب الجمع لم يستطيعوا الوصول به إلى يسوع، فكشفوا السطح فوق يسوع ونبشوه ودلوا الفراش الذي كان المخلع مطروحا عليه. ورأى يسوع إيمانهم فقال للمخلع: يا بني، مغفورة لك خطاياك. وكان بعض الكتبة جالسين هناك يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا الرجل هكذا؟ إنه يجدف. من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ وفي الحال عرف يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ ما هو الأسهل، أن يقال للمخلع مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل فراشك وامشي؟ ولكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا أن يغفر الخطايا على الأرض، قال للمخلع: لك أقول، قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام في الحال وحمل فراشه وخرج أمام الجميع، حتى دهشوا كلهم ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا البتة. حقا والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. إخوة والأخوات الأحباء، اليوم الأحد 27 أذار، أحد شفاء المخلع وبداية الأسبوع الخامس من زمن الصوم الكبير.
قداس وجناز الأربعين لراحة نفس المرحوم جوزيف أديب سلوه، أيضا منصلي على نية العائلة مجتمعة. بختام القداس رتبة شايل بخور لراحة نفسه، أهل المرحوم بيشكروا كل اللي وقفوا جنبهم بالمصاب اللي ألم فيهم بهيدي الفترة، وبيسألوا الجميع فك الحداد. وبختام القداس بعد رتبة شايل البخور بيتقبلوا التعازى بصالون الكنيسة، والجميع مدعوين للقمة رحمة عن نفس المرحوم. أما توصيات الأسبوع القادم يوم الجمعة، مثل كل جمعة بزمن الصوم، الساعة الرابعة بعد الظهر صلاة المساء وزياح الصليب، والأحد القادم 3 نيسان القداس الساعة 11 صباحا ترفع الذبيحة الإلهية لراحة نفس المرحوم الياس شديد وعلى نية عائلته من أحياء وأموات في الوطن والمهجر. أما بالنسبة للتوصيات الرعوية بالعمل الرعوي، كنت سبق وذكرت بالماضي أنه رح نعمل على سبتين أو ثلاثة تنشئة لأبنائنا وبناتنا لأعمارهم تتراوح بين 12 و16 سنة، وبسبب ظروف التأس ما قدرنا حققنا هيدا الشيء. إنما هلأ الظاهر أنه التأس جلس، فنحن بصدد سبت القادم والأحد القادم الساعة 4 بعد الظهر نلتقي بأبنائنا وبناتنا في الرعية في البلدة في الجوار اللي بحب بين عمر 12 وعمر 16 سنة لموضوعين كتير مهمين لأولادنا. الموضوع الأول هو التحرش، الموضوع الثاني تاني يوم هو علاقة أبنائنا بالديانات الأخرى. يعني تعرفوا بيصير في عنا بينغرموا وهيك ويصيروا ما بيعرفوا يميزوا وهيدا هالأمور هيدي، نحن واجباتنا نوعيهم وندلهم شو الفرق بالثقافات وكيف بتتم الأمور بين بعضنا البعض. إذا السبت القادم 2 نيسان الساعة 4 بعد الظهر حيكون في لقاء بصالون الكنيسة لأبنائنا من عمر 12 لعمر 16 سنة، والأحد نفس الشيء الساعة 4 بعد الظهر. اللي حيكون مسؤول عن هالجلستين بنتنا وبنت الرعية السيدة رنين كيروز منصور، يعني زوجة ابننا جاد منصور، هي حتكون مسؤولة عن تنسيق هيدا الموضوع والتواصل معها. اللي بحب يحكي معها مشان تسجيل أسماء الأولاد بطلعتوا رقم تليفونها على صفحة الرعية وحينبعث لكم على الواتساب تبعولكم كأبناء للرعية. هي حتكون مشكورة مهتمة بهالموضوع، وأنا ككاهن الرعية حساعدها بموضوع الأديان فيما خص الفرق بيننا وبينهم بالأديان للآخرين. بتمنى على الجميع حتى الأهل اللي بيحبوا يحضروا مع أولادهم، هيدا الشيء منطقي أنه يكونوا موجودين الأهل كمان اللي بيحبوا يجوا، شيء طبيعي. وبفضل أنا أنه الأهل يرافقوا أولادهم على هيك لقاء، ونحن قدامكم وحدكم كل شيء بيفيد أبنائنا وأجيالنا الصاعدة بهالظروف نساعد فيها، مع شكرنا الكبير للسيدة رنين كيروز منصور، مشكورة على وضع اليد والمساعدة. اليوم بعد الظهر هلأ توصية إذا بدكم بارا رعوية، اليوم بعد الظهر اللي بحب يتابعني عبر نقل مباشر عبر محطة الام تي في من 4:30 للستة لمناسبة تاريخية إن شاء الله بتكون عبر الأسير نقل مباشر، بتكون محطة حيتذكروها الكل لاحقا وحتكون أساس لشيء مهم من الله راضي. بقى بتحبوا تتابعوا عبر التلفزيون في الام تي في وفي النورسات، واللي بحب يشرفنا أهلا وسهلا في كاتدرائية سيدة البشارة للروم للسريان الكاثوليك على المتحف، أهلا وسهلا بالجميع. سمعنا أحد المخلع، إنجيل المخلع بهيدا الزمن يلي نحن مفروض فيه كل إنجيل ناخد زوادي نعيشها خلال الأسبوع بالتواصل وصولا إلى أسبوع الألام كي نعيش موت المسيح وقيامته. قصة عادية بتقروها على مسامع مين مكان، بقول لك أوكي أربع رجال حاملين واحد مخلع
بدون يحطوه قدام يسوع ليشفيه، لأنه كان مشهور بهداك الوقت يسوع أنه هو طوماتورجي شافي، يعني بيشفي الأمراض. ما لقوا مطرح يفوتوا، قاموا خربوا له بيته لبطرس، فتحوا السقف ونزلوا المخلع قدام يسوع. المهم هذا الموضوع وهي القصة بتتمحور هونيك. كل الحدث اللي حواليا مغفورة خطاياك، قم واحمل فراشك وامشي. هون صرنا عم نحكي باللاهوت. ما بيهموني كلهم، مش جاي أعطي درس لاهوت، جاي أنا استفيد بعد 2000 سنة. شو بيهمني إذا هذا المخلع صح حمل فراش ومشي أو ما قدر مشي؟ أنا اليوم بدي استفيد من الإنجيل هلأ بهاي اللحظة اللي أنا عايش فيها. بيقصد مرقص بالإنجيل عن المخلع بالتحديد أنه كل من يبتعد عن حضور يسوع المسيح الشافي في حياته حيتخلع. هي أبسط شرح، وما ضروري يكون هالكلام تهديد، هيدا نتيجة طبيعية للبعد عن العلاقة الحقيقية بالله. أربع رجال أصحاء حملوا مخلع وحطوه قدام يسوع، الأصحاء لأنه مؤمنين أن لا شفاء إلا بيسوع المسيح، أخذوا المصاب إلى يسوع المسيح. يعني بمعنى آخر إذا بدنا نشرحها ونستفيد منها كأبناء رعية، حضراتكم الموجودين هون اللي عم بتصلوا هلأ لراحة نفس المرحوم جوزيف، تشبهون الأربع رجال اللي حملوا المخلع بالتحديد، يلي حملوا هالمخلع حطوه قدام يسوع وطلبوا منه يشفي. حتى ما حكيوا، عارف يسوع انه عم يطلبوا يشفي. حضراتكم عم بتصلوا لراحتنا مرحوم جوزيف، حملتوا جوزيف بصلاتكم وحطيتوه قدام يسوع. هؤلاء اربع رجال هن ابناء الرعيه المؤمنين بيسوع المسيح، يرمزون الى حضراتكم بالتحديد. نحن اليوم هؤلاء اللي بيحملوا المخلع ما ضروري المخلع يكون مريض جسدي، ولا يكون مخلع، لأنه لا صحيح إلا من يبني علاقة صحيحة مع يسوع المسيح. وكل واحد بيفتح على حسابه وبيقول أنت خليك أنت ويسوع، أنا فاتح إله على حسابي، ليه بدي عبد يسوع عبده، أنا عبدور على الناس يعبدوني إلي، هيدا إنسان محكوم عليه بالخراب، محكوم عليه ألا يكون صحيح لا نفسيا ولا جسديا ولا بأي شيء من الأشكال. وبتلاحظوا بأبسط الأمثلة بمجتمعاتنا اللي بيبقى شايف حاله النخير وضربين طلوع، قلت ما تلاقوا حدا بيتعاطى معه، اللي بتلاقيهم مجتمعين مع بعضهم وقاعدين وعم ينكتوا ويمزحوا على الحلو والمرة، كلها ناس متواضعة وقريبة من الله وحبوبة هيك وما عندهاش مشاكل وما عندهاش شوفة حال. اللي بيجي بينفخ بحاله كتير إنه أنا يا لطيف حبوني وأنا يا لطيف وبخروني وهو كل الأمور، هي حيضل لحاله بالنتيجة. أكتر شي بيعملوا بكل مبخرة، يعني بيقعد على جنب. هذا منطق المخلع. نحن إخوتي وأخواتي مدعوين بهذا النص الإنجيلي اليوم إنه نفهم، نعيش حقيقتنا مثل ما هي، لسبب وحيد إنه اللي تجسد من 2000 سنة وقبل الصليب ومات على الصليب وقام من الموت نزل كرمالنا. ولما بقول نزل كرمالنا، قبلنا على حقيقتنا، معناتها ما اشترط ولا على اي واحد منا يغير بحقيقته مليمتر واحد ليخلصه. الدم اللي نزف على الصليب نزف لاجل كل واحد منا بحقيقته مثل ما هو، بدون مثل ما بيقولوا مكياج او تريك او خدعة او شو ما كان، بدون مظهرة وبخور وتفشيخ، لا لا لا، أخذ الكل مثل ما هني وتجسد وانصلب كرماله. كرمال هيك أول نصيحة بناخدها وهي الأخيرة بهيدا الإنجيل، حتى نقدر نكون مناح وأصحاء أمام يسوع وما ننصب بالتخلع. خدوا هالنصيحة أخوتي وأخواتي، ما بحياته الواحد منا يعيش شو هو حابب يكون، لأنه هي كذبة كبيرة. كل واحد منا لازم يعيش شو هو وهلأ، لأنه بيقضي حياته عم بيدور على حاله المفقودة وبيضيع حاله الحقيقية اللي هو عايش فيها بنفس الوقت.
كلكم بتعقدوا، لو ما بتعقدوا ولو منكن أقمار بقلوبكن ولو منكن غير شكل ما تجسد كرمالكن ولا انصلب، ما حدا يدور يغير بهويته الشخصية بشي، لأنه مثل ما هي بتعقد، مثل ما هي بتنحب، حتى لو ما بيعرف ولا حرف، حتى لو ما معه مصاري، حتى لو ما عنده سلطة، كل واحد منكم ضفره بالدنيا بالدنيا شيء قليل، يسوع المسيح فداكم، يعني الله خالق كل الدنيا. شوفوا قدي نحن يعني عزيزين، قدي نحن كبار، قدي شأننا حلو، قدي نحن هويتنا لحالها بترفع الراس. ما في داعي نضيع هويتنا بأوهام بتسقط مع الوقت. هيدا المخلع كان مضيع هويته، أمتى شفاه الرب؟ وقت اللي غفر له خطاياه. وأهم خطية منرتكبها هي لما منبعد عن عبادة الله الحقيقي ومندور على عبادة زواتنا. لما نقتنع هذا المخلع أنه العبادة الحقيقية لا تجوز إلا لله، صح حمل فراشه ومشي. كم نحن بحاجة اليوم، مش ضروري المثل من 2000 سنة شو بيعني لي، قد نحن بحاجة اليوم نحمل فراشنا كل واحد ويمشي مرفوع الراس وما يسأل شو بيقولوا عنه الناس، لأنه هو لحاله قيمة، هو لحاله هاد دم كرماله، هو لحاله بصمة ما بتشبه بصمة حدا. كرمال هيك نحن نعبد الله الآب والابن والروح القدس ونسير مسار الصوم وصولا حتى قبول الصليب، حتى نقوم مع المسيح القائم بين الأموات. إن شاء الله بيكون قداس مقبول، وبارك الله فيكم رغم كل الظروف والتأس والتأجيل وهودولي، لتعملوا كرامة لهالشخص اللي عنده بصمة بتخص ربنا لحاله، انتوا عملوا مثل ما عملوا الأصحاء في المخلع نفس الشيء. وهيدا الشيء مش غريب عنكم أبناء كنيسة ومؤمنين، ودايما انتوا منخرطين حتى العظم حتى العظام في العبادة الحقيقية لله. الله يرحمه ونفسه بالسماء المسيح. نؤمن بإله واحد، قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم. يدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الأبدية. إيت الوط مد بحيدة له والوط له دم حادي طليوت، وينو بصوغ الطيب وطخ اعو للبيت وخ وسغود بهايك لوط قوت شو جحيل تخمر يودا قارن وبزاديك وتخاليفين صلاة وعلى إيمة المران قالوا قبيل قربونه نترحم علين بصوت
الخطوب. هللويا قال الرب إنني الخبز الموحي لاتي من حضن الآب قوتا للعالم. قابلاني حضن العذراء الأم النقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخاصة صرت فوق المذبح قوتا للبيع. هللويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا. نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية أم الله مريم مار مارون مار شرب المارلياس والقديسة ريتا. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقرب عنه هذه الذبيحة، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. لبنان هل أرز الخضراء عنده شرب والعطرة يا شرب منك نظرة لبنان وطمنا يا شرب صلي عنا. أخوتي وأخواتي الأحبة، بلفت نظر حضراتكم أنه المناولة تقدر تكون على الطريقتين، إما بفتح اليدين وتناول باليد وبيخدها، أو بالفم مباشرة. ومثل ما ملاحظين يمكن اللي قريب بيعرف أنه في أريكس جديدة هلأ صارت هون، وحيكون في كمان اثنين إضافيتين، وهيدي بفضل لجنة الوقف بالرعية يلي عم تهتم وتسهر دايما على راحتكم رغم الكلفة الباهظة. منا هي 30 مليون، يعني حيكون بعد في اثنين عم تحكوا ب 90 مليون بس لتأمين الدفء داخل الكنيسة في الأوقات اللي بكون في سقيع. مشكورين لجنة الوقف وهيدي عادتكم من الأول، الله يبارك فيكم ويعطيكم الصحة. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي بالمسيح. سلام الله يحفظ قلوبكم وأفكاركم بالمسيح يسوع. السلام لكم جميعا أنتم الذين في المسيح.
بك يا رب نبارك فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من آلام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر، فنرفع عليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. بالقلب والعقل واللسان نشكرك اللهم الآب والابن والروح القدس، يا من أنت والإله الواحد الحق، فيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى، يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفي. قدوس أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكلي القداس، أي من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال. وبيومه هاو دقدم هاشودي لي معبد حي انسى باللحم بيدا وقديشوتو بارخ وقادش وقصو يا بالتلميدا وكادومار سبخول منه كل خون هونو داني تاو فغرو ديل دحلو فيكون وحلو فساقية ما تقسي وما تيه حصو يضحو بي والحيد العلم علمين. آمين. هخانو عالكوسو دمزغو من حمرو من مايو بارخو قادش يا بالتلميدا وكادو مار سابش تاو منيه كل خون هونو داني تاو دمو ديل دياتي قيح داتو دحلو فيكون وحلو فساقية متشاد ومتيهاب خصويو تحوبي والحيد العلم علمين. وزاد على ذلك هذا الإيضاح قائلا كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك
لك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل ما رحمك كلنا. لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاص والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله. لذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف منك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا. فلنقف مصلينا خاشعين. يا رب ترأف بنا وبكل ميراثك ورد هذا القربان حلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. اجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها أن نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. كن يا رب لبيعتك ولرعاتها حصنا منيعا ضد التعاليم الضالة وعدد أباءنا مار فرانسيس وبرومة مار بشارة بطرس بطريركنا الانطاكي مار جوزيف مطراننا وسائر الأساقف المستخيمي الرأي لكي ما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب يا رب لفاعلي الخير مكافئا وللمكبلين بالضيقات محررا وللمساكين منجيا وللبائسين والمضنوكين والمتعبين مفتقدا. نسألك يا رب ارحم. كن يا رب سورا حصينا لكل مدينة وبلد يؤمن بك إيمانا قويما ويلجأ إليك. نسألك يا رب ارحم. كن يا رب مقويا الذين يلتجئون إلى ذكر أم مسيحك وإلى القديسين الذين أرضوك لا سيما مار ليس في هذه الكنيسة ومار مارون ومار شاربل. وأهلنا وموتانا بنعمتك لخيراتك الأبدية التي أعددتها لنا. نسألك يا رب يا رب ارحم. كن يا رب غافرا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد. فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد
الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا يا رب أمواتنا بنعمتك إلى التناعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة، لكي يمجد بهذا وبكل شيء، يمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك كل الوقار، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. آمنا وتقدم لنا اختم ونعزو هذا القربان خمس سنة وجسد بجسدك ودمك تعالى واسكن في قلوبنا، تعالى 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 يا خبزا جوهريا، يا خبز السماء، يا كأس البركة، يا قربانا مقدسا بجسدك ودمك تعالى واسكن في قلوبنا، يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، تكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيه، لك المجد إلى الأبد. افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا، قدس أجسادنا ونفوسنا، طهر عقولنا وضمائرنا، فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها، وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وديرتك، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث القدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك. لينظر كل واحد منا
والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلا أيها الرب الإله، أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. حياتي هي المسيح والموت ربح لي، فما أحلاك يا موت، ما أحلاك يا موت، حين أكون مع المسيح إليك أيها المسيح.
وأحضر أمامك يا سيد. بصوتي إلى ربي أصرخ، بصوتي إلى ربي أتضرع وأسكب أمامه شكوايا. أبث لديه ضيقي عندما يغشى على روحي فيا. صوتي إلى الرب أصرخ، بصوتي إلى الرب أتضرع. قد باد عني كل ملجأ، ليس من يسأل ليس من يسأل عن نفسي. بصوتي إلى ربي أصرخ، بصوتي إلى الرب أتضرع. أسكن في خبائك، مددت ظهري أعتصم بستر جناحيك، لأنك يا الله قد استمعت نذوري، أعطيت لخائفيك ميراثا. أقاسي الأرض إليك أصرخ، إذا غشي قلبي فتهديني إلى صخرة أرفع لي برجا حصينا من وجهك.
العدو. أسكن في خبائك مدى الدور، أعتصم بستر جناحيك لأنك يا الله قد استمعت نذوري، أعطيت لخائفيك ميراثا. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. أحب البشر ارحمنا. أنت الذي يعرف أقصى درجات صغري، وأنت لا تخاف أن تنزل علي وتنحني. تعال إلى قلبي يا قربانا ألهب بحبك، تعال إلى قلبي فها قلبي يتوق إليك. كم أرجو طيبتك أن تهبني الموت من الحب. يسوع اسمع صرختي واستمع صراخ حنان قلبي. تعال إلى قلبي يا قربانا ألهب بحبك، تعال إلى قلبي فها قلبي يتوق إليك. أنت الذي يعرف أقصى درجات صغري، وأنت لا تخاف أن تنزل علي وتنحني. تعال إلى قلبي يا قربانا ألهب بحبك، تعال إلى قلبي فها قلبي يتوق إليك. إذن إخوتي وأخواتي، برجع بلفت الانتباه للقاء المهم سبت واحد القادم الساعة 4 بعد الظهر بصالون الكنيسة حول التحرش والعلاقة مع باقي الأديان للتواصل بخصوص تسجيل الأسماء والحضور مع بنتنا السيدة رنين كيروز منصور. أما فيما يتعلق ونحن أولاد ضيعة وحدي وبنعرف بعضنا، فيما يتعلق بموضوع التعاطي والمخدرات وغيره مع أبنائنا أيضا
أنا بهتم بشكل شخصي بهالموضوع. بتمنى عليكم إنه يتواصلوا معي، كل أهل بيعرفوا، وأنا عبلتي أنا وياهم للشباب، وإن الله راد هني أحلى شباب، وهيدي الحياة اللي وصلت إنه يلتقوا بهيك إشي غلط مش ذنبهم، ذنب اللي عم وصلهم إياها. هاو ولادنا وهاو خربت بعد 10 سنين لقدام، هاو هن الخربة، هاو الواجهة، هاو أحبائنا، بدنا نضحي كرمالهم، بدنا نحضنهم ونمشي نحن وياهم حتى يطلعوا ويكفوا ببيض الوجه. كلهم أحلى شباب، أحلى شباب، بدنا نكون حاضنينهم وحامينهم وحابينهم، وشوي شوي بحسوا حالهم إلهم مطرحهم وموجودين وفاعلين، وبيتركوا لحالهم هاي الأمور اللي ما إلها معنى. بقى أي تواصل بهالموضوع خليكم معي أنا مباشرة كأب بالرعية وكاهن، وما تقبلوا إلا يكون كل شيء لصالحهم ولخيركم ولخير أولادنا. السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها المسيح الخبز السماوي، يا من تنازلت فصرت لنا مأكلا غير فان، لا تجعلنا مأكلا للنار التي لا تطفأ في مجيئك الثاني. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. شبح المريوق الخنعم، نفحة العطر العذب عن أرواح موتانا، ترجو منك يا ربي عنهم رضوانا. بالخبز الحي اقتاتوا واجتازوا دنيا الشاقة، للمجد الآتي باتوا في مثوى الرجاء. ما أشهى موت الأبرار، أسرار ما أغناها، آمال ما أغلاها، غفو في الأنوار. ما لم تبصره عين، ما لم تسمعه أذن، ما لم يدركه ذهن، يعطى للأبرار. إن جاء الحي الرب نادى بالموتى هبوا، من جوف الأرض قاموا للحكم قاموا. من في البر قد لاح، غنى الشكر وارتاح، في غامر الأنوار الحي نوران فيه حي. إسحاق لف أبرام مبكيا بالأكفان، والبعث سر ظل ملؤوا الأذهان. موسى قد هزته النار والله منها نادى، الصديقون الأبرار يحيون لله. صوت شروطه ويلا دنبر بارخمور، كلكن بانت في البعد، يغنيها كنز الوعد، يحدوها موج اليم والكنز ينمي. أنت الفلك يا مريم، يسوع الكنز الأعظم، منه أشبعت المعمر حياة ونور. يا أبرار في القعدة الحكام، أدهشتم زللتم ركن الظلمة والشر، دستم بادرتم كور التعذيب كالإبريز في الناقة، غنات ذكراكم تطلب أرض وسماء. نيوح العنيد مهيمن، مرشوب حبار خمور.
نحيي ذكر الأنبياء والرسل والصديقين والأبطال الشهداء فخري الظافرين. اذكر يا رب البيعة والعذراء الوديعة والموتى بالقديس اجمعهم آمين. يا ابن الله بين الأبرار ملء الأنوار ارحم واقبل هذا ابنك طول الأدهار. يا من تحيي ميتا وراه التراب اقبل منا هذه الصلاة عمن غابوا. يا من ذاق الموت القاسي كالإنسان أبعد عنا مر الكاسي الموت الثاني. عظيم وارفع ذكر العذراء والقديس انجد وارحمنا طيب ذكرى الموت آمين. الراحة الدائمة أعطهم يا رب ونورك الأزلي فزد له فلتسترح نفسه بالسلام برحمة الله والسلام آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. لنصلي لأبانا والسلام لراحة نفس أخينا الذي انتقل من بيننا أبانا الذي